ايه رهف؟ لا والله برات المكتب. خير صاير معك شي؟ طيب حبيبتي هلا بوصلهم وبرجع باخذك، ديري بالك على حالك. الله معك. ما عم صدق، معقول لهي الدرجة؟ عماد انت بتعرف قديش انا بحترمهم لاهلك وبحترم علاقتك فيهم، ومستحيل يخطر لي انه انا اكون سبب لمشاكل بيناتكم، بس كمان اللي عم يصير معنه طبيعي. انا مرتك والي حق عليك يا سيدي، انت الك حق على حالك. ايه لا تطلع فيني هيك، حقك انه تقضي شهر عسل مع مرتك بدون ما حدا يتحكم بوقتك، حقك تركب سيارتك الك الجديده بالموديل اللي انت بناسبك، حقك تكون عايش ببيتك إلك، تسكر بابك على حالك، تستقبل مين ما بدك وتقلع مين ما بدك، وما يضل وشك بوش جيرانك اللي ما حيفارقوك، وحقك بالأيام تربي ولادك بالطريقة اللي أنت بتناسبك بدون ما حدا يتحكم فيهم. مزبوط كلامي ولا لا؟ أنا بعترف أني خذلتك وبعرف أني كذبت عليكي، بس ما كان بدي أي شي بالعالم يبعدني عنك. حطي حالك محلي، شو ساوي؟ أنا بحبك وبحبك كتير، لهيك ما قدرت قلك حتى ما أخسرك بسبب أهلي وعقليتهم، وهلأ ما بدي إياك تقولي لي شي. فكري بالموضوع، رح أعرف من جوابك إذا كنتي بتحبيني أو لا. ما بدك تحكي معي؟ طيب لإمتى؟ أنا بحبك، ببوس إيدك لا تعذبيني. احكي أي شي. شغل مهم والبيت مهم وكل تفصيل بحياتي مهم، بس انت اهم واحلى شيء بحياتي. كيفك حبيبي؟ أهلين حبيبتي، طمنيني، أمك بعدها تعبانة؟ ما بعرف. طيب كنتي خليكي عندها؟ لا خلص، أخي ومرته رح يضلوا عنده. خير شو صاير معك؟ بصراحة بدي أطلب منك طلب بس خجلانة. خجلانة؟ عيوني لألك. تسلم لي. الدكتور عم يقول إنه ماما بدها عملية وكل شي موقف على نتيجة التحاليل. سلامة قلبها. طيب أنا شو المطلوب مني؟ بدي منك مبلغ لبين ما توصل حوالي لأخي من دبي، دين يعني. شو دين ما دين؟ لك تكرم عيونك. صدقني الموقف كتير محرج بالنسبة لإلي، ولو عم اشتغل ما كنت طلبت منك، بس مضطرة. شو ساوي؟ شو هالغلاظة رهف؟ شو بكي؟ عم قلك تكرمي. قد ايه بدك؟ حوالي 500,000. قد ايه؟ هيك قال الدكتور. ايه تكرمي ولو
بهاليومين بأمن لك ياهم. ولشو بدك ياهم؟ مصاريف، لازمني أنا ومرتي شوية مصاريف. ايه بعد يومين بعطيك جمعيتك. جمعية شو أبي؟ عم قلك 500,000 الله يخلي لي إياك. لك شو 500,000؟ نص مليون ورقة مصاريف، شو هالحكي هاد؟ قال الله ما شافوه بالعقل عرفوه، روح من وشي. شو عم نلقط المصاري من الشجر نحن؟ اي والله ما عاد شوف، لا ما عاد شوف. بسيطة يا أبي بسيطة. ساوي لك استشاري؟ ساوي.